قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا مسلم يا منادي يا رب يا هل يا رب يا هل يا مسلم يا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يا
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يا رب القادر الله اكبر الله يا نور النبي الله ومنكم من يتوفى ومنكم
الله 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 تبدا من الاول والله حاضر حاضر يا كريم جاي حاضر ربنا يكرمه ويديله الصح يا رب المحبين يا عم يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإن فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لربيكم الله يهديك الله يهديك العافية قوي ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى وتولى الأرض هامين وأنبتت من كل زوج
الله 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 شوية بس شوية كده وبعدين ادخل زي ما انت عارف. الله 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 حتى بيني عالم الله يكرمك يا ربنا يكرمك يا حاج. بس السكرتير العام كان طارق بسكرة ولا لا يكرمك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا سلام الله قراءة التفسير كده كده الله العربية الله 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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ثانية فيه ليضل سبيل العلم والله من لقاك برضه تبقاش حاجة تاني بس ما تشوفها يا نور النبي. الله 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 ثانيات في نوبي ما حدش يقول يرجع ولا اقول ولا حاجه لما ما عيد انا اعمله معروف اعمله معروف خليها تفوت كده ارحم عبيدك يا رب انا ادخلونا برايقين شوي الله 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 تجلى عليك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أبدا الله أكبر فكثير ما شاء الله 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 يا رب ومن الناس من يعبد الله على حرف الله الله الله
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين. يا الله يكرمك. الله يديك العافية وقوي. ومن الناس من يعبد الله فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم لا تحرمنا يا رب الله 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 إن الله يفعل ما يريد نعم يا سيدي نعم من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد الله الله فليمدد بسببه
اكبر. يا سيدي يا تجلي يا رب. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر ليذهبن كيده وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من سبحان الهادي الموافق. الله 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 تعالى جلت كل الله جلت يا رب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الله أكبر. نعم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله أكبر. الله أكبر. إن الله على كل شيء شهيد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى والمجوس والذين
وكذلك أنزلناه آيات بينات. الله أكبر. والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. اللهم صل على ابتكار العلماء، ابتكار جديد. إن الذين آمنوا والذين هم الصابرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين. يا هادي يا هادي يا رب. الله أكبر. الله يكرم مكان مولانا بذكر عبد والصابرين والنصارى Okay.
يا عليك يا عم. الله يكرمك. بلاش كلام. يا نور النبي. الله. الله يزيد. الله 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 إن الله على كل شيء شهيد. الله أكبر. كده يا قرآن وأداء. الله يا بركة القرآن. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. يا عيني يا عيني. الله أكبر. ربنا يعيدك كمان. لسه جاي من الحجاج. أيوة أيوة يا عبد الرحمن. الله. والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الله أكبر. نعم يا قمر يا نور. الله 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 الله. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه رياض. الله أكبر. الله أكبر. الله يا نور النبي. تجلي جمال ده جمال فضاح. يا نور يا نور. عارفين الجمال الفضاح ده يا نور النبي أكثر يا سيدي. أكثر من الله على كل شيء. الله يا نور النبي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الله أكبر. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والشجر والدواب كثيرا من الناس
كثيرا حقا عليه. الله يكرمك الله يكرمك يا مولانا خليك لنا يا رب. الله على النبي الله على النبي ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكر. يا سلام. ومن يهن الله فما له من مكر. إن الله يفعل ما يشاء. على مراده سبحانه وتعالى. الله ألم ترى إن الله يسجد كمن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير ومن يهن الله فما له من مكر. ومن يهن الله فما له من مكر. ومن يهن الله فما له من مكر. إن الله يفعل ما يشاء. بالميزان كده. اللهم صل على النبي. الله يكرمك يا شيخ. الله 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 الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يا منجي يصهر به ما في بطونهم والجلود.
ولهم مقامع من حديد. أجرنا يا رب. كلما مفيش بشر كده من جماله وطنه. يا ساتر كرم عظيم. الله الله الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حليب. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والله قول يا حبيبي قول. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها الله أكبر. الله أكبر. ولباسهم فيها خير وهدوء الطيب لا يقال وهدوء معايا.
لم يحدث الشر ده ابدا ولا اضطرب ده الله أبدا. الله يكرمك الله يديك الصحة يا عالم جاد عن اللزوم الله اكبر يا روح الله يلعن الله يرشع الله يكرمك جنة جنة سيدنا ورشع الله 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 اكبر مش رايح الجامع بكره حرام لك عند السماعه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها أنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وغدو إلى الطيب إلى القول وغدو إلى صراط العيد عمري ما سمعتوه عمري في حياتي إن الذين كفروا ويصدون سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطيب بيتي يا رب يدي 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 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل
الباطل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطيب بيتي للطائفين والقائمين وقت السجود وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطيب بيتي للطائفين
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. كامل معروف يا أحمد. ما عادش حاجة والله حلوة أكتر. جميل. ذلك دي واحدة. ذلك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك
بالله فكأنما خر من السماء. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغوي في مكان سحيق. الله أكبر. ذلك حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف الله أكبر فإذا رأيت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا غيبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها سبحان من أقسم والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح من حق سيد الكحك وإلى أمواتنا وأموات المسلمين.